أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا ذهب أحد إلى المسجد وفي فمه مسواك، ثم بدأ الصلاة وفي فمه المسواك، وبعد ركعة واحدة وجد المسواك في فمه وهو يأخذه، فهل بطلت هذه الصلاة أو تلك الركعة؟ لا، ما تبطل الركعة لوجود المسواك في فمه، ما دام قرأ الفاتحة وجاء بالأركان والواجبات فلا تبطل صلاته لوجود المسواك. نعم.